أهلا بكم مشاهدي الأعزاء في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: السلطنة تحتفل بعد غد الثلاثاء بأول أيام عيد الفطر المبارك. جلالة السلطان المعظم حفظه الله يتلقى المزيد من برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. تحتفل السلطنة بعد غد الثلاثاء بأول أيام عيد الفطر المبارك، وقد أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435 هجرية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعضوية كل من سماحة الشيخ أحمد بن محمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، وسعادة السيد حارب بن حمد بن سعود وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا، وفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الخطيب قاضي المحكمة العليا. وأوضحت اللجنة أنها لم تتلقى أي بلاغ عن رؤية الهلال، وبهذه المناسبة الكريمة العطرة يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ضارعة إلى المولى جل في علاه أن يعيد عليه مرات عديدة وأزمنة مديدة ينعم بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى عمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. إن عمل اللجنة الموقرة إنما جاء وفقا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة 30. فبما أن الرؤية لم تثبت، بل لم يقل أحد قط بأنه رأى الهلال في هذه المدة، فإن علينا أن نجعل غدا هو اليوم المكمل لرمضان المبارك وعلينا صيامه. وبهذه المناسبة الغالية العزيزة على قلب كل مسلم، أتقدم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم حفظه الله تعالى بأجل التهاني وأخلص الدعاء، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل ما فيها من يمن وخير وبركة وطاعة على جلالته أعواما عديدة، وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية معافا من كل بلاء، مشفيا من كل داء، محفوظا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الشعب العماني المسلم وعلى شعوب الأمة الإسلامية في كل مكان. وكل عام تتكرر هذه المناسبة والكل بخير، والله يحفظ الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذه المناسبة الجليلة تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد، فيما يلي نصها: مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم، يشرفني بالأصالة عن نفسي
ونيابة عن أعضاء مجلس الدولة المكرمين وموظفيه أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي هذه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الهدية الربانية من لدن المولى عز وجل تكريما لعباده الصائمين الذين شهدوا له بالوحدانية وامتثلوا أمره بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه فحقت لهم بإذن الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار. مولاي جلالة السلطان المعظم، رمضان إشراقة مباركة تطل على الوجود كل عام لتجدد عهد الإيمان في نفسية الإنسان مع ربه وتعيد إليها أمنها وطمأنينتها وتسمو بأعمالها وجهدها وتقواها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هو الغاية للارتقاء بمشاعر الإنسان وتفاعلاته، وما حلول أيام رمضان ولياليه المباركة إلا نعمة جليلة يمتن الله بها للعابدين الركع السجود من خلقه، وفضيلة كبرى لهم تتجلى من خلالها مبادئ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم، فيحافظ على وحدته ويتكاتف على حل قضاياه وهمومه. مولاي جلالة السلطان المعظم، يأتي عيد الفطر المبارك ليكون مكافأة الله تعالى للمؤمن على صومه وامتثاله لأوامر ربه، لتكون فيه الفرحة المضاعفة بتمام الصيام وقبوله من لدن الخالق الرزاق عز وجل، فأنعم بها من نعمة إيمانية جليلة وأكرم بها من هدية إلهية عظيمة. مولاي جلالة السلطان المعظم، وبهذه المناسبة المباركة نسأله تعالى ذا العزة والجلال أن يمن على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد على جلالتكم هذه المناسبة العظيمة أعواما عديدة وأنتم ترفلون في ثوب العافية، وأن يسبغ عليكم نعماءه وفضائله التي لا تعد ولا تحصى، وأن يديم على عمان وشعبها نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمناسبة عيد الفطر السعيد، جاء فيها: مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي تستقبله السلطنة وهي تنعم بمكرمات وإنجازات عهد النهضة المباركة بقيادة جلالتكم الحكيمة ومع استشراف جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لهلال شهر شوال، يشرفني يا مولاي ويشرف إخواني أعضاء مجلس الشورى وموظفيه أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أيدكم الله أصدق آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، متضرعين إلى العلي القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم وأن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الجليلة وأمثالها على جلالتكم أعزكم الله وأنتم تنعمون بكامل الصحة والهناء. لقد حمدنا الله سبحانه وتعالى يا مولاي أن من عليكم وعلى شعبكم بصيام شهر رمضان الفضيل وبقيامه وعبادته والتمتع بتجليات أيامه ولياليه الروحانية المباركة تحت ظل قيادتكم الحكيمة ورعايتكم السامية الكريمة، وبفضل ما هيأتموه جلالتكم من مناخ مفعم بالألفة والمحبة بين مواطنيكم وحياة تسودها الطمأنينة والوئام.
إن قلوب المؤمنين مستبشرة ممتنة وهي تتطلع إلى خير الجزاء من فضل الرحمن، ففيه ينعم الله عز وجل على عباده الذين قضوا نهاره صياما ونسكا وأقاموا ليله عبادة وتواصلا بالجائزة الكبرى، جائزة عيد الفطر المبارك. إننا اليوم يا مولاي ونحن نتفيأ ظلال هذه المناسبة الغراء لندعو الله مخلصين بأن يبارك مسيرة الخير والعطاء، وأن يوفق خطى جلالتكم حفظكم الله على طريق البناء والنماء، وأن يجعل عمان حصن الأمن والأمان وموطن السلام والإطمئنان، لترتقي دوما في عهد جلالتكم الزاهر ذروة المجد والعلا. وكل عام وجلالتكم وأسرتكم المالكة وشعبكم الوفي وحكومتكم الرشيدة بخير ورخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة عيد الفطر السعيد، فيما يلي نصها. مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يشرفني يا مولاي ويشرف قوات جلالتكم المسلحة الباسلة وقوات الفرق الظافرة وجميع منتسبي وزارة الدفاع بأن نرفع إلى مقام جلالتكم أسمى آيات التهاني وأجل معاني التبريكات، داعين المولى جلت قدرته بأن يصبغ على جلالتكم نعماءه ظاهرة وباطنة، وأن يحفظكم قائدا ورائدا لهذا البلد العزيز. مولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم، يحتفل المسلمون في هذه الأيام المباركة بقدوم عيد الفطر السعيد بكل ما يحمله من أسمى المعاني الإيمانية وأصدق المشاعر الروحانية، وأن قوات جلالتكم المسلحة الباسلة تستلهم من هذه المناسبة الجليلة ما يؤكد إيمانها وعزيمتها الصادقة في حماية وصون هذا الوطن الغالي، لتكون دوما وأبدا حرسا آمنا وحصنا منيعا، مؤكدة على العهد في الذود عن حياض الوطن ومنجزات النهضة المباركة تحت ظل قيادة جلالتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة. مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قوات جلالتكم الباسلة وقوات الفرق الظافرة وجميع منتسبي هذه الوزارة وهم عاشوا الأيام الرمضانية العطرة يجددون لجلالتكم أبقاكم الله العهد والولاء بهمم وعزم الرجال البواسل، رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يديم على جلالتكم وافر الصحة والسعادة والعمر المديد. حفظكم الله يا مولاي وسدد على طريق الخير خطاكم وأمدكم بعونه وتوفيقه، وكل عام وجلالتكم بموفور الصحة والسعادة. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة عيد الفطر السعيد، فيما يلي نصها. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ومنتسبي شرطة عمان السلطانية أن نرفع إلى مقامكم السامي أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله تعالى أن يعيدها على جلالتكم وأنتم تنعمون بوافر من العافية والسعادة، وأن يديم على عمان الهناء والخير العميم. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، تتوالى والحمد لله على بلادنا المناسبات الطيبة، فمن نعمه تعالى أن يسر لأهل عمان صوم شهر رمضان الفضيل، وهيأ لهم سبل عبادته بنفوس مطمئنة، فحمدوا ربهم وشكروه على ما أنعم عليهم من خيرات وبركات، ليستقبلوا عيد الفطر المبارك والبهجة تغمرهم،
ويحتفل بأيامه السعيدة في مجتمع تسوده المحبة بعدلكم وإحسانكم، فلجلالتكم من رب العالمين الثواب والأجر العظيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن منتسبي شرطتكم وهم يستقبلون عيد الفطر المبارك وقد استشعروا فضائل الصوم ومعانيه السامية، ليفخرون كما هم دائما بالمساهمة في توفير أمن وطنهم وخدمة أهلهم، ليهنأ الجميع ويسعدون ويلهجون بالدعاء لمقامكم السامي أيدكم الله بأن يعيد عليكم هذه المناسبة وأمثالها، وجلالتكم في خير وسرور، وعمان في تقدم ونماء، وكل عام والجميع بخير. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مساء أمس في مسقط صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الذي نقل رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه جلالة السلطان المعظم، كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته والحكومة بدوام التوفيق، وللشعب العماني المزيد من الخير والرخاء. وبعد أن رحب سموه بصاحب السمو الملكي الضيف، جرى استعراض شامل للأوضاع التي تشهدها المنطقة وللجهود المبذولة لاحتواء انتكاساتها على الأمن والاستقرار، كما جرى استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين ووسائل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه صالح شعوبها. وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن نقل تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته وللحكومة السعودية بدوام التوفيق وللشعب السعودي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار. حضر المقابلة معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، كما حضرها معالي يوسف بن علوي بن عبد الله المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى السلطنة لدى المملكة العربية السعودية. هذا وقد غادر البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بعد زيارة قصيرة للسلطنة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس أولينتا هومالا رئيس جمهورية بيرو بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته له ولشعب بلاده الصديق. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. محصول الرطب خيار أساسي في وجبة الإفطار ومصدر رئيسي للفوائد الصحية. من هنا تبدأ أسطر الحكاية. تقاليدها راسخة كالجبال. أصالتها مضرب مثل في كل مكان. بساطتها ليس لها مثيل. لا حدود لكرمها.
يحاضرها مشرق متجدد. مهرجان صلالة السياحي 2014 من 30 من يوليو إلى 6 من سبتمبر. السلطنة تحتفل بعد غد الثلاثاء بأول أيام عيد الفطر المبارك. جلالة السلطان المعظم حفظه الله يتلقى المزيد من برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. نيابة عن جلالة السلطان المعظم صاحب السمو سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، يستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. استشهد خلال الساعات الماضية 10 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 1060 شهيداً، وعدد الجرحى إلى نحو 6000 جريح، فيما أقرت إسرائيل بمقتل 45 من جنودها خلال عدوانها على غزة. من جانب آخر، رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترح الأمم المتحدة لإقرار تهدئة مدتها 24 ساعة تبدأ في 2 من ظهر هذا اليوم، وذلك بعدما وافقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التهدئة الإنسانية الجديدة استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة لظروف عيد الفطر. قتل أكثر من 50 شخصاً وأصيب العشرات جراء اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومسلحين في بني غازي. أكدت مصادر طبية ليبية أن أغلبية القتلى من المدنيين في الاشتباكات التي حدثت بين الجيش والمسلحين، وفي العاصمة طرابلس قتل 23 عاملاً مصرياً إثر سقوط صاروخ على مسكنهم أثناء اشتباكات بين مسلحين للسيطرة على الميناء الرئيسي في المدينة. حركة نشطة تشهدها الأسواق المحلية مع اقتراب عيد الفطر السعيد، حيث يخرج الناس منذ الصباح الباكر لتوفير حاجياتهم من اللحوم والملابس والخضروات والفواكه وغيرها من المستلزمات. كاميرا الأخبار رصدت لنا جانبا من حركة الأسواق في ولاية البريمي. حركة نشطة تشهدها الأسواق المحلية في مختلف أرجائها، فهناك من قصد سوق الفواكه والخضروات، وآخرون توجه إلى محلات الخياطة للحصول على ملابسه الجديدة، ولا ننسى البخور والعطور والتي فاحت عبقا مع هبوب نسمات العيد التي جاءت محملة بالفرح والسرور. شوف من كل ناحية أي شيء تبغاه متوفر، من أي شيء، من حلوى، من خضرة، من كل شيء متوفر الحمد لله. نفس الشيء في سوق الهدايا اللولو، نفس الشيء الحمد لله متوفر كل شيء، والحمد لله صاير حركة، يعني ما شاء الله حركة غير طبيعية، سواء في السوق سواء في الشوارع سواء أي مكان. الحلوى العمانية بحلو مذاقها وجودة صنعها وبأنواعها المعروفة تعد خيارا مهما في كل بيت عماني، والصورة هنا تعبر عن حجم الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد عليها في هذه الفترة، حيث يقصدها أيضا المواطنون من الدول الخليجية. أي من منطقة مزيد العين متعنين من هناك، نبغى نشتري حلوى حق العيد حق الضيوف والزوار اللي يسلمون علينا في العيد. حلوى العمانية متوفرة في عمان مخلفة عليهم. نعم، تصير محل ثاني بيعطيك حلوى لكن ما بنفس الذوق والطعم اللي عندهم. وما يميز مظاهر الاستعداد للعيد هي تلك الألفة التي تلحظها بين أفراد الأسرة، فالأب والأم والأبناء يسيرون مع بعضهم البعض ينتقون ما يستقبلون به يوم عيدهم، حيث وجدوا في هذه الأسواق كل احتياجاتهم. ونظرا للحركة المتزايدة التي تشهدها البريمي في هذه الفترة، فإن عددا كبيرا من المحلات التجارية تظل تقدم خدماتها للمستهلكين إلى ساعات متأخرة من الليل. تقبل الله صيامكم وكل عام
وأنتم بخير. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. تنظم وزارة السياحة فعاليات تراثية وترفيهية في 9 من محافظات السلطنة خلال إجازة عيد الفطر السعيد. ويأتي تنظيم هذه الفعاليات التراثية بهدف تعريف الأجيال الجديدة والسياح والزوار بالموروثات الفنية الشعبية العمانية التي هي جزء لا يتجزأ من الإرث الحضاري والثقافي الثري والعريق للمجتمع العماني. من جهة وكذلك إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. تمثل المراكز الصيفية ملتقا تربويا وعلميا ينهل منها الطلبة العلوم القرآنية واللغوية والفقهية. وفي نيابة سمد الشان بولاية المضيبي اختتم مركز تحفيظ القرآن وتدريس علومه فعالياته وأنشطته لهذا العام. صلو البيان له إذا التقت. طلبة علم التقوا هنا في هذا المركز الصيفي في احتفال باختتام فعالياته، احتفال يحمل بين طياته الكثير من المعاني التحفيزية لمواصلة مسيرة التعليم، فها هم ينهون دراستهم في علوم القرآن الكريم والفقه والعقيدة والنحو بعد مشوار من العلم نهلوا منه الكثير من العلوم خلال الإجازة الصيفية وسط اهتمام إدارة المركز بتطوير منظومة التعليم من خلاله كما ونوعا. طبعا هذا المركز والحمد لله بتوفيق من الله قد أنشئ من 4 سنوات، وهو بسكن داخلي ويشتمل على فترتين في الصيف وفي الشتاء. أولياء أمور الطلبة جاءوا ليشاركوا فرحة أبنائهم اختتام فعاليات هذا المركز ليؤكدوا مدى عمق التواصل ما بين الأسرة ومؤسسات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم ليغرسوا في نفوس أبنائهم حب العلم والتعلم ومواصلة العطاء في تلقي شتى العلوم. بالنسبة لمراكز حفظ القرآن الكريم في سلطنة عمان ليست بالغريبة وليست هي المرة الأولى، هناك اهتمام عالي من لدى صاحب الجلالة، ثم أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ترعى هذه المراكز. مع كل تلك الفعاليات والبرامج المعرفية التي شهدها مركز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه بسمر الشان بولاية المضيبي، إلا أنه يبقى له تلك السمة المجتمعية التي اتسم بها الطلبة الذين حرصوا على تلقي العلوم القرآنية واستقاء المعلومة الصحيحة من مصدرها ليبرز من خلالها قراء وحفظة لكتاب الله الحكيم واكتشاف مواهب في فن الخطابة والإلقاء وغيرها من فنون الأدب العربي. استفدت أولا قراءة القرآن الكريم وعلوم النحو، فبذلك نعرف أن نعرف القرآن الكريم وأبيات الشعر، وأيضا العقيدة الراسخة، العقيدة في القلب، والتجويد الذي هو يذهب عن الإنسان الخطأ. أدرس في هذا المركز الصيفي للسنة الثانية تواليا، واستفدنا الكثير من المعلومات وأهمها القرآن الكريم وهو بالحفظ والقراءة والتجويد. مركز تحفيظ القرآن الكريم وتدارس علومه بسمد الشان يفتح آفاقا رحبة أمام طلبة العلم لتلقي العلوم القرآنية واللغوية والفقهية. سعيد بن سيف الحبسي، نيابة سمد الشان، ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية. يحضر الرطب بأنواعه في وجبة الإفطار ويمثل خيارا أساسيا للصائم نظرا لفوائده الصحية. وفي ولاية البريمي تجود النخيل بأصناف متنوعة. التقرير التالي يستعرض لنا محصول الرطب في الولاية. ثمرة مميزة تجمع الأسرة على مائدتها لتكون أولى بشارات فرحة الصائم حين فطره، وهو يأخذ من حباتها. إنها ثمرة الرطب الجني الشهي والذي يزين المائدة الرمضانية بأنواعها المختلفة. كموروث وكعادات تقاليد هذه حاجة يعني تكتب بالبنط العريض بالنسبة للرطب في استقبال الضيوف، تعتبر من الكرامة. أنت لو عملت أي حاجة للضيف إذا ما كان موجود صحن الرطب هذا ولا كأنك عملت حاجة يعني. يعد سوق البريمي ملتقا خصبا لمختلف المنتجات الموسمية ومعبرا تسويقيا للقاطنين في الولاية والزائرين لها طيلة العام. ومن بين تلك المنتجات بيع التمور أو الرطب والذي يأتي من مختلف محافظات وولايات السلطنة،
لتكون محافظة البريمي معرضا لمثل هذا المنتج الذي لا يكاد يخلو منه البيت العماني، وليشكل عامل جذب لتنوع أصنافه داخل الولايات وخارجها. تمور أحد المنتجات والمحاصيل الموسمية التي يتم بيعها في سوق البريمي طبعا للمنتجات الموسمية، ويحتوي هذا السوق طبعا على العديد من أنواع وأصناف الرطب العماني، حيث تأتي طبعا هذه المنتجات سواء من ولايات المحافظة، ولاية البريمي، ولاية محضة، ولاية السنة، أو حتى من المحافظات الأخرى القريبة. اختلف أسعارها وتفاوت طبعا حسب كمية العرض والطلب، ولكن طبعا تعتبر هذه الأسعار في متناول يد المواطن والمقيم على حد سواء. للرطب فوائد عظيمة للبيئة عموما وللإنسان خاصة، ممثلة تلك الفوائد في خفض ضغط الدم وعلاج الإمساك، كما أنه غني بالبوتاسيوم والحديد ومختلف المعادن النافعة والمهمة لجسم الإنسان. وكما يقال بأن التمر والرطب منجما للمعادن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هكذا هي العلاقة بين الإنسان العماني والنخلة وثمارها، حميمية في رمضان وتوأمة في كل المواسم. سلطان بن خميس اليحيائي، محافظة البريمي. وفي ختام نشرتنا هذا التذكير بالعناوين: السلطنة تحتفل بعد غد الثلاثاء بأول أيام عيد الفطر المبارك. جلالة السلطان المعظم حفظه الله يتلقى المزيد من برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. ونيابة عن جلالة السلطان المعظم، صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. وفي هذه النشرة لكم أطيب تحية من جميع الأخوة العاملين في هذه النشرة، حيث يتمنون لكم عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. آخر الصور الجوية توضح استمرار اندفاع السحب العالية والمتوسطة من شمال بحر العرب نحو أجواء السلطنة، أدت إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال النهار الفائت. الصورة الجوية أيضا توضح النشاط الكثيف للسحب المحلية هنا على جبال الحجاز وجنوب شبه الجزيرة العربية، أدت إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة. وكذلك أيضا يتضح هنا تواجد بعض السحب المحلية على سلسلة جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، مباشرة إلى حركة الرياح للنهار القادم. تستمر الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على الوسطى وظفار، والبحر هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار ورطوبة نسبية تصل إلى 95%. هنا في أقصى شمال السلطنة في محافظة مسندم الرياح شمالية شرقية تصل إلى 15 عقدة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 2 متر والرطوبة نسبية تتراوح بين 60% و85%. بحر عمان الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر هادي إلى متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 1.5 متر والرطوبة نسبية بين 70% و90%.
إذا مباشرة إلى أجواء مسقط، حيث تكون الأجواء غائمة جزئيا في بعض الأحيان ودرجة الحرارة لطيفة عند أوائل الثلاثينات. في الرستاق 40 درجة مئوية مع تواجد بعض السحب على جبال الحجر. في صحار 34 درجة مئوية أيضا مع تواجد بعض السحب هناك، وكذلك هو الحال هنا شمالا في محافظة مسندم في خصام، و 37 درجة مئوية. هل فرص قائمة لأمطار محلية هنا في شمال الشرقية في إبراء، ودرجة حرارة 42 درجة مئوية. في الداخلية أيضا في نزوة وجبل شمس هناك فرص لتكون بعض السحب وتساقط الأمطار خلال فترة ما بعد الظهيرة. عبري 44 درجة مئوية مع تواجد بعض السحب، و 43 في البريمي مع أجواء غائمة جزئيا أحيانا. في ظفار يستمر تساقط الرذاذ على صلالة أو حتى الأمطار الخفيفة أحياناً، و 25 درجة مئوية، 36 هنا في ثمريت مع تواجد أيضاً بعض السحب، وفي هيمة 42 درجة مع أيضاً تواجد بعض السحب العالية أحياناً. هنا في جزيرة مصيرة الأجواء غائمة جزئياً ودرجة الحرارة حول منتصف العشرينات، أجواء لطيفة بالفعل. كذلك هو الحال هنا في جنوب الشرقية وعلى سواحل جنوب الشرقية في الأشخرة، والأجواء غائمة جزئيا، وفي صور 39 درجة مئوية مع احتمال تواجد بعض السحب. أجواء لطيفة دائما وأبدا. نتمنى لكم، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.